بان الدريساج دريساج، ولكن ملي تكون في شي موطع بحال هكا الدريساج في الدار عندك ملي تكون شي بلاصه بحال هكا بالمارين ديال لا تحيات الفيديوز ديالك ياك اخويا ديالي الله يحفظك شكرا بزاف على التشجيع برافو انا تبارك الله على الكيوان هذا اولا اتصل بيا راه النمره ديالو عندي نحضرهم له ما كاين حتى شي مشكل الساعه نشوفوا معاه الثمن دابا شنو كيقول فيهم السلام عليكم اخوان تبارك الله عليكم تحياتي للجميع الله يسخر الجميع الموالاة اخوان دخلوا على الانستغرام كنعملوا فيها ستوريات يوميا الاخوان فين كنمشيو فين كنجيو فين كنتولعوا يوميا كننزلوا ستوريات وكننزلوا الاعلانات ديال الفيديو فيها الاخوان ودخلوا على التيك توك حتى هو المهم الانستغرام هي اعتبروها فين هي طلع لكم الاخوان والتيك توك ديالي هو فين هو هي طلع ودخلوا لواحد القناه ديال اليوتيوب ديال الخاوه ديالي اللي كيكون في الناحيه هنايا هي اعتبروها هنايا الاخوان هذه هي القناه ديال الخاوه دخلوا عنده هو اللي كينزل لكم فيديوز ديال المنتوجات اللي عندنا في المحل ديالنا يوميا السلعه اللي كتدخل في الاداره كاينه قناه اخرى اللي كينزلوا فيها الفيديوز هادو ديال المستلزمات ديال الحمام ودو الطيور المهم اي حاجه السلام عليكم اخوان تبارك الله عليكم تحياتي لجميع الموالاة والله يسخر جميع الموالاة عندكم فيديو جديد الاخوان فيديو هذا ان شاء الله نعملوا واحد الجوله في كاسابراطا شحال ما عملنا الحد اللي فاس ما عملناش هذا الحد هذا نعملوا شي دوره ان شاء الله في سوق كاسابراطا انا حنا في وسط الموالاة الاخوان ولا الطيور ديال الحمام وكاينه الجوطيه فين عاوتاني الندم ديال الجوطيه شي حاجه هكا حتى راه كلشي قياس تبارك الله عليكم الاخوان خويا نعملوا واحد الفيديو ديالنا خفاف ان شاء الله شي توليعه خفيفه شوفوا شنو داير وصافي ونولعكم في السوق وصافي هادشي اللي كاين يلا تحياتي للجميع الله يسخر جميع الموالي اهلا مع الاخ ديالنا عيسى تحياتي اخي عيسى والله يسخر في كلمه برافو ليك اخي عيسى الله يعطيك الصحه الكلمات غنتولعوا البيبي اللي عنده بنات يا اخي عيسى الله حضرك ديال عيسى عاوتاني هذه اللي جابنا عيسى اليوم السوق اللهم بارك وزيد في ذلك الله يسخر الجميع وبركه ديال الاخ ديالنا عيسى عاوتاني كميمات كما كيما مخلطين كل شيء موجود خينيسي فواياجور فلافل العنابه انا طاكلا وين خير موجود هي جلستينا جلس او ماشي بياسة فواياجور ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك الله يعاونك الله يسخر الله يرحم بالك الله يرحم بالك انا كنحاول ديالنا اللي عندهم محل في الجهه ديال بني مكادف ديال حد الدكاكي هذا الاخوان راه واحد المقيم من عواش اللهم بارك الله يسخر الجميع هذا شنو السميه ديالو فيصل بينسون هذا بينسون الاخوان السميه ديال الطيران ما شاء الله بينسون بينسون مقني الله يسخر هذا الشيء تاخذ البرودويس ديالهم موجودين ضروري جميع المستلزمات فيزات كانر موجود تبارك الله خير موجود مشيدة الله يسخر امين الخاوة ديري بخير هانيا في وادع الحمد لله شنو هذاك راه هو اللي كيضرب بيترو بيترو يا كيغني يا فين الخاوة ديالك كل شيء خير صحيحة الله يسخر بيترو الاخوان تبارك الله عنده شغلة ما شاء الله ها هو الخاوة ديالك ها هو دابا يضرب لا هنا عندك الشاي هذا واحد اخر ها هو فين هو حصلوا له شي ضربه هاي دابالو ها هو كي حصلوا ماشي مقال نعاود الديناري هذا هو هذا هو هذا هو هذا
مزيان ديبا خاوة الله يسخر على الكار مزيونه خاوة ديالي الله يعاونك عبد الباري ديبا حاضر نهضر تحياتي وانا كامل ديبا خاي محمد قيل السيباراسيون صافي خوان السيباراسيون صغار عاوتاني ديالك هادو محمد ديالك هادو ديالك اخ ديالنا ديالك هادو محمد لا والو الصامات ديالك شنو واصلين في الثمن كيعملوا 70 درهم هادو الصمادي ما عرفتش الثمن ديالهم واقيلا شي 160 ولا محمد عرفت الثمن ديالهم محمد هادو 180 قلت لهم 180 هادو 180 درهم الاخوان اللي احتاجوا واحد هذا اتصل بيا اللي احتاجوا واحد شي حاجه الله خلاه 180 درهم ها محمد عاوتاني شنو هذا كويكو لا يا فرنجي ماشي شي لا اساس تاع عندك كيضربوه بالعين العين ناس بزاف لا لا العين دار انا ولا عيسى كيقول محمد كذا معروف بالعين هذا واحد اخر يا شحال كتكون فيها اخي محمد هذا صباح مدريسي حتى هو دا واحد الصديق ديالي اخو قلتي ما كتبيعوش يا دراري واحد النصيحه بالنسبه لك طلع ديك الكويكر باش تلاتينا وكويكر بالنسبه للدريساج دريساج ولكن ملي تكون في شي موطا بحال هيدا الدريساج في الدار عندك ملي تكون شي بلاصه بحال هيدا يا اما اعمل له بحال هيدا يا اما ضرب له على الزعمة اي شي واحد يدوس حدا ما يعجبوش غيخلعو غيفرفر يقدر يتسخلع غيهرب لك سبحان الله الدراري هربوا هرب لهم كويكر كاين اللي هرب له كالوبسي شحال من واحد يقدر يطلقو في الخلع تكون فهمتي كيف لا والو الدراري كيعملوا الطيارة للحر اللي دابا عامل له الصمتة ضروري الصمتة مزيونة كاينة كتسبع عند مين هذه كتسبع موجودة يا هذه كتسبع عند عصام كانت عند عصام وقيل قتلوش يا كاين عند حافظ طلعت شرب ديبان اي برافو برافو المهم هذه اللي احتاجها شي واحد حضر له الاخوان ما حضر به لا ما عرفنا حال ديال الحافظ يمشي لعند طلعت شرب ديبان هو جات تما في واحد الباركي اللهم بارك الاخوان في كيف المستوى ضروري اربط جبر ما تطلق الخاص السيد وصاني عليه الا كظهر لشي واحد اتصل بيا اخي محمد كاين اللانسه دريسيا عرفت عرفت عليها عرفت عليها مزاونه ما بغاش قال لي ما كانش شي حاجه صغيره يا الله يسخر محمد انا الاخوان عاد السبيعه ديالك محمد شوف تما خي عبد هذه السبيعه ديال محمد عاد كاين شي كوره نورمال يسخر الجميع كاين شي كاين الذكر هذا اييه اللانسه هذا النورمال هذا 60 درهم طريقه كاين هاد السبانكل هادو الكورة كاين 130 درهم حتى 150 درهم الريمبو ما كاينش على حسب السبانكل والعادينا هنا الاخوان كاين السبانكل وكاين العادينا اللهم بارك وزيد في ثاني كاين في ياسك شنو قلتي؟ كتحط شي حاجة ديال الريمبو يا انا خلطت لك شعر ضروري يا لا الله يعاونك اخي محمد الله يسخر اللهم بارك الله يسخر الجميع واحد صديقي بخير هاني يا لاتينو شنو هذا الثاني؟ تباع يا دريسيا ولا نورمال؟ لا دريسيش يا برافو الله يسخر لك سيباراسيون اللي كيتباعو دو؟ اه كيتباع حتى ما ديالو؟ كنقول فيهم 170 170 هايدك خاوية هايدك خاوية برافو المهم سيباراسيون 170 درهم من الاخوان اللي احتاجهم هما عند الاخ ديالنا كيهم النمرة ديالنا؟ النمرة قول لهم 07 08 16 01 هذه النمرة ديال الاخوان اللي احتاج شي حاجة ما حداها عندك فيور كيف الموز 50 درهم تبارك الله كولورز ما شاء الله شي حاجه ما قدرتش هذا سبانجل ديالها ندير معك الثمن اه حتى هو سبانجل ديالو الاخوان هما في الماء حواصني سبانجل يو خاصني درهم وانت طالع تبارك الله الرامة في الجاوني ولا فين الالبينو اللاتيني فين مي شي حاجة اللاتيني في الجاوني ما تقول الله يسخر امين تحياتي هادو ديالك هادو ديالك 100 سيباراسيون 170 درهم سيباراسيون الحجم ديالو صغير شنو يعرف هاد الوكال هادي النمرة ديالو هي اللي سمعتوها دابا في الفيديو اللي احتاجوا يتصل كاين هاد الطيران هذا هو 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 هذا ه
الكاليتي ديالو كيبان واعر الاخوان في الشارع. عندي حساج مرحبا به اتصل بالحق ديالو. صندوقات البيض. هذا الصندوق ما حليش. الصندوق ديال التيروس شي حاجه بروفيسيونيل. 65 درهم. بالمجرب كل شيء ولا بلا مجرب؟ كل شيء هيدا. مجرد بلاستيك. او ما فيه الماء. 65 درهم الاخوان بالمجرب ديال هذا البلاستيك كل شيء. الله يسخر الجميع حتى شي حاجه ما حدا بيش حقيقة نرى فينا في المدينة الله يسخر أخوة ديالي أمين أخوة ديالي بأس الحمد لله لا شي فروض ويسعى وتاني أخوة السلام عليكم أخوة ديالي بخير هانيا تحياتي لك كل شي بخير الله يحفظ السلعة ديالك تبارك الله الله يسخر أخوة ديالي أنا شي سلعة حق ديالنا جميع فروض ويسعى الخيور موجودة الوكالة أي حاجة حتى الشيء باطيس الزريعة دكي باطي حمار المهم خير موجود الاخوة لا حتى شي حاجة مرحبا راسي دايما اللي في كاسا باراتا لا حتى شي واحد شي حاجة مرحبا ما حاجيك من سيجا عندي في حومة الحداد قدام مدرسة بني حمدة طلعت كرسي راح ديالو في حومة الحداد قدام مدرسة ايش؟ مدرسة بني حمدة مدرسة بني حمدة الاخوة طلعت كرسي انا لا حتى شي واحد شي حاجة قريب ليه ما كيعرفش ما حال مرحبا بي عنده حتى ما شاء الله جد مناسب الله يسخر اخوة ديالي الله يرحم دارك الله يجزيك بخير انا عاوتاني عنده طويرة الاخوان عنده سيفاراسيون أنا الإخوان قفيزة عام سامين زين حواصلنا قفيزة 55 درهم ماشي قفيزة مزين من الإخوان 55 درهم كنت من المقنين خدمة كنار اللهم بارك الله يسخر وتسني تقاطع عاوتاني عمر في الموت بحال اللي شفتو دابا عندهم مجرد بلاستيك وكاين مجرد اللحلي بغا هما فينهم مزاونين شي حاجة خدمة بروفيسيونيل وكاملين باللاطي خدمة نقاية الإخوان هادي خدمة بروفيسيونيل خدمة احترافية الله يسخر اخويا ديالي الله يحفظك الله يرحم دارك فين هو هذا يا تبارك الله هذا شني دار هذا خويا عنده 6 سنين كيدار كيغني يا خاي ها هو احمد كاين من الاخوان تبارك الله خاي تبارك الله الله ياكل من اليد هذا تقريبا مدريس ديال الاخوان وكيغني شحال وصل الثمن ديالو هذا كنقولوا في 700 درهم 700 درهم شنو كيغني ودانيه كوبيا الوداني يا كيخلط كيضرب الودانيه ومالاكا هذا الاخوان هذا مخلط هذا الشرات الثمن 700 قلت يا 700 فيهم نمرة التليفون عطيهم نمرة قول 06 خلي خلي 23 20 95 94 كي ولد الاخوان النمره ديالو هي هذيك اللي نسيتكم دابا كي واحد المستوى كيغني مزيان ودار 3 سنين في قفص الاخوان تقريبا مدريس الله يسخر لك اخويا ديالك مرحبا مرحبا احنا هنايا عاوتاني قفيزة الاخوان ديال المقاني الله يسخر للجميع خير موجود الاخوة خويا ديالي بخير لا لا صافي برا كتبغي تبان مرة ما كتبانش لا كتبان عندي جبد ديالي وساخر وساخر ما تحلفش بالله نجبدو الارشيف نجبدو الارشيف ها السيد على ساعة تبارك الله الله يسخر شنو عامل هذا المقانون 400 سنين عندهم في الارض 3 سنين تبارك الله شنو قيمة الاخوة عندهم 3 سنين وكيطلب فيهم 400 درهم اخ ديالنا هذا راه عنده النمره التليفون في الفيديو قديم كصبر ترى تصورت عنده عملت عنده فيهم النمره مش فيهم النمره 06 94 84 84 01 06 هذه مولات السريعه الاخوان هذه لا حتى شي عبد العالي لا حتى شي واحد شي حاجه يتصل الاخ ديالنا عبد العالي الله يسخر لك راه حبك انا الاخوان مقيم متعاود المهم خير موجود خير تبارك الله الله يسخر الله يحفظك أنا الأخوان خينيسي على وجهي، يا هادو خينيسي على وجهي، خينيسي شنو مقصود بكاع، يا صبيان، اللهم بارك، صافي وعند الطيف وعاود، عرفت كيف الحال ما صورنا عنده، هذا الأخ ديالنا في الدقيقة، ماشي في الدقيقة أنا الأخوان، اللهم بارك، الله يسخر الجميع، واحد بياسة ما شاء الله. جزء التكتيك أنا الإخوان هذه اللي احتاج شي واحد اتصل بيا اتصل مولاها راه هذه النمرة ديالي الله يسخر من الجامع قياسة مستوى ما عرفتش واش تكيور ولا لا أنت هذا تكيور ولا لا أنت تكيور يا تكيور يا أنا تكيور الإخوان ما شاء الله اللي احتاجوا مرحبا به الأخ ديالنا دايما بكاسة بارطة وكنعرفوا النمرة ديالو كاين تبارك الله قالوا مو في مستوى والله يسخر الجميع الله يسخر عباد احنا مع خالدي عبد الكيف عاوتاني خو ديالي
تحياتي كيفاش حالك مزيان صحيحه الله يحفظك الله يحفظك مع الحق ديالنا عاد كيفاش نشوفوا السلعه ديالنا اللي عندنا تما تبارك الله جميع برودوس عند الحق ديالنا عاد 5 دراهم عاد دائما 5 دراهم السلعه موجوده على الجهد ما حنا خاوة ديالي الله يرحم بابك ما حنا أنا الإخوان عبد اللطيف سي عبد اللطيف هادي سي فارس يونس سي فورا الإخوان عندي هنايا شي كالوبسيت مزاول الإخوان هادي إلا احتاجو شي واحد عند خاي عبد اللطيف أولا يتصل بيا راه النمرة ديالو عندي نحضرهم له ما كاين حتى شي مشكل الساعة نشوفو معاه الثمن دابا شنو كيقول فيهم عنده هنايا إزار العوات اللهم بارك عبد اللطيف عبد اللطيف شحال كيقول فيها دور لاتينو عبد اللطيف لاتينو شحال هذا كيقول فيهم 1500 150000 هاد لاتينو صار الاخوان كيقول فيهم 1500 درهم 150000 فرنك هادو ما عرفتش الثمن ديالهم المهم الا احتاجوا شي واحد مع حبابي الاخوان الثمن يكون عارف الله يسخر من الجامع اي صافي هنا شي فيروشة تعاود اللهم بارك انا عاوتاني هادي زين سي فارس شي حاجه ما شاء الله انا الاخوان اللي احتاج شي حاجه ما تجي زين سي فارس ما تجيش انا الاخوان تبارك الله على سي ورادة في غاني تبارك الله احتجت في ور مرحبا به واش في ورادة شحال كيقول فيه؟ يقول لي ما كتجيش عندنا ملي كنجيو عندهم ما كتجيناش الساعة تنا نار اقول لي قول لي من تما شحال من الطلاق شحال من الطلاق واخا انت ما جاي عندك موبايل اي قول لي من بعد ديالي فاري ديالك لا حبتها تبارك الله ما شاء الله هذا الطلاق واخا مستوى ما تكلم لا تكلم دابا هذا شنو عامل الحراره ديالو كيف ما نمشيو للشفان ديالنا هذا 280 درهم الاخوان ياك ماشي بلانكو او بينو 28 على فرانك الاخوان كيقول فيه اللي احتاج مرحبا تبارك الله السلعه موجوده عند خاي عبد الله يسخر الاخوان علاش كنت صاحي صبر يا خاي محمد يا سناو يفرشني في الصوفا تبارك الله عليك عبد الكريم تحيه جميع موالاة ديالنا الله يحفظك يا خاي وتعدل لاشين ديالك ما تدوخناش لا ما كنتش نولعوا معاه تولعنا في السوق ضروري في قريب لا لا الهضره ديالك يا اللي عامل بها ان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله ما تخسر والو طن 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 كنت كدا صور سيف يلا الله يسخر روحنا معاك عاوتاني في الدار الله يمشي الله يرحم يمك الله يسخر هادو صوفيان واحد راسها قديمة هذاك كاناريو برافو ها واحد في ورد كاناريو ما شاء الله الاخوان عند اخ ديالنا عبد اللطيف عاوتاني السلعه تبارك الله موجوده لوين انت تايا وقيلا كاناريا شويه ناقصه كيور مزيون واحد الطريقه مزيونه الاخوان اللي حتى مرحبا بها واحد البياسه دقيقه نعاود كيور يا كيور عاوتاني الاخ ديالنا عبد اللطيف نيت اللي احتاجوا مرحبا به او اتصل بيا الله يسخر شي بياسه عاوتاني ما شاء الله شوف الدور مالك يا ما شاء الله انا خير عند محمد ياس ما شاء الله تبارك الله في المستوى لا في الكولر ولا في اللي ضربكش اللي ضربكش ديالها مضخ انا هو والوينسا ديالو هي فيه الله يسخر طريقه ما شاء الله في المستوى انا اللي بغاها يدخل عند نحتاجو مرحبا به يدخل عند عبد اللطيف اللي عنده النمره ما عندوش يتصل بيا لا يوح طريقه الخميسي عاوز ما شاء الله الله يسخر من الجميع عندنا واحد الكيوارد اسامه جلونا هو فيه زريره هذا الزرق يا هذا الزرق هذا باقي فري هذا واحد الكيوارد ديال اسامه راه غاني على التعريف كيوارد اسامه تبارك الله كاينه ديال كويكون ضخمه ديال غريسي محمد كيوارد كيوارد يا صالو ديال غريسي محمد صالو الاخوان ما شاء الله كولو مزال به كاينه محمد غريسي عاوتاني مزيان تاع الجيم كاين سي تبارك الله مستوى هذه بياسه كاتيطه نعاوز ما شاء الله وانت حد الحضانه راك عارف هنايا ثاني مبتدئ ضروري هاد المرحلة كلشي يدوز مزيان كاين بياسة مزيان ولا أنا نقول بياسة توكل اللهم بارك الله يسخر للشباب عندك 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 الموتور أصاحبي
ياسر عمر السيد واخا بلاصي يدوزو الراجل. هاي عمر بعدنا ياسر. انا الاخوان صافي انا لا ولا هنا كلشي ولا هنا اصلي عاد عرفت في هذا الاخوان ياسر ما شاء الله عمر لي انا كتر رافينيو ساوى الاخوان اللهم بارك عن طاح ديالنا عبد الله اللي حتى شي حاجه مرسله هذه ولا اتصل بي ياسر مزيان ودوزناهم كاملين اخي عبد الله هذه السلعه الاخ ديالنا عبد الله في الكلمه في هذه السلعه هذه سانتولك سلعه ضخمه سلعه نقيه سلعه نقيه الثمنات فيها مزيون ثمن ضخم اسمنا جد مناسبه كما كنقول لكم ديما خوا ديالي تحياتي يا واحد من لي فان ديالنا تحياتي لجميع موالا يا دايما الله فيس ليلك تحياتي ياك اخويا ديالي الله يحفظك شكرا بزاف على التشجيع برافو يا ضروري الملاعب ومسابقه الله يعزك تحياتي احنا مع الاخ ديالنا عاوتاني واحد ما شاء الله ليش تشوف المستوى ولا تشوف الصلاة الله يسخر الجامع ليش بياسة تجيني بالخيني سي عاود الله يسخر سخن بال بين راس بين ناري شد بين ناري بين ناري بين ناري بين ناري السخن بال بال يلا الاخوة السلام عليكم السلام عليكم الاخوات تبارك الله عليكم تحياتي للجميع احنا مع الاخ ديالنا عبد الطيب اجا الدينار الديناري هو حاضر هو الديناري حاضر ناظر كما العاده الديناري مسلسل غالي عند التعريف كان هذا هو الاخر الفيديو كان هذا هو الاخر الفيديو كنشكركم بزاف على التشجيعات الدعم ديالكم تحياتي محمد الديناري وخاي عبد اللطيف الخزان عملوا الدراري جيم ما تخسر والو تعمل غير جيم تتعمل في فايده وشي ابوني وتولى مع راسك وتنشط مع راسك ديما الولاعة توصلكم السوق ديما يزيدوا القدام ان شاء الله بكم وبجيم ديالكم يلا السلام عليكم.